لما حدث في الفترة الأخيرة بعد الثورات العربية اللي حصلت وظهرت الخلافات اللي كانت مدفونة تحت السطح، وإن كانت موجودة، وهي بعض الأفكار بين المسلمين، فأصبح كل من له فكر بيتكلم، محدش بقى إيه بيكبت أحد، ومش كده وبس، وأصبح كمان عنده القدرة إنه هو يؤثر بهذا فكري في الواقع. وإحنا عارفين إن عندنا فكر نشأ في وسط الأمة من حوالي 250 سنة أو لما قربت الإيه 300 سنة بالتحديد، من 1750 ميلادية. وهذا الفكر اللي بنسميه احنا الفكر الوهابي. الفكر الوهابي ده نشأ، حركة الوهابية دي حركة نشأت في نجد سنة 1750 أو 52 ميلادية بزعامة أحد الأفراد اللي كان بيتعلم علوم الدين، وأبيه كان عالما من علماء الدين، وأخوه سليمان بن عبد الوهاب كان عالما كبيرا من علماء الدين، ولكن محمد هذا أنشأ فكرا يخالف إجماع الناس، وتزعم هذا الفكر وخرج على إجماع المسلمين بفكر جديد وتعريف جديد للتوحيد ما كانوش يعرفوه قبل كده المسلمين. المسلمين طول عمرهم موحدين ربنا، لكن هو جاء بتعريف جديد وفكر جديد. ثم صادف في هذا الوقت أيضا نشوء قائد في بلاد نجد اسمه عبد العزيز آل سعود، يريد أنه هو يعني يفرض سيطرته على أراضي الحجازية ويبقى ليه القيادة السياسية. وفي نفس الوقت كان الإنجليز يريدون أن يقضوا على الخلافة العثمانية علشان يمكنوا اليهود من أن هم يعيشوا في فلسطين. طول ما في خلافة ما كانوش يقدروا اليهود يجوا، لأن الخلافة جمع المسلمين، محدش يقدر يخترق. فأراد الإنجليز أن هم يقضوا على الخلافة العثمانية تمهيدا لزرع إيه هذا الجسم الغريب في الأمة. والخلافة العثمانية كانت في هذا الوقت بدأت تضعف، فلما وافق هذا كله ظهور نجم محمد بن عبد الوهاب وهو يخالف إجماع المسلمين، وبعدين ضد آل البيت لأن لا يرى فيهم يعني مزية على أحد، والأراضي الحجازية كان يحكمها أشراف حسنيين من لدن الخلافة الأموية الحاد الفكر الوهابي، فكان هو يريد أنه هو يعني عبد العزيز آل سعود ليس من آل البيت وليس حسن، ويريد أنه يسيطر على الأراضي الحجازية، فلابد أن يبقى في فكر طالع جديد يقول لك أن آل البيت دول ليس لهم يعني مزية معينة ودول كسائر المسلمين، وبالتالي نبقى نخلص من الجماعة دول ونمكن للأراضي الحجازية من ليس من آل البيت. أنا بحكي لك فكرة تاريخية قديمة يعني. فالمهم الخلافة العثمانية كانت تبجل آل البيت وتوقرهم وتحبهم ويغلب عليهم التصوف، ومحمد بن عبد الوهاب كان يكره المتصوفة والأولياء ويعتبر آل البيت كسائر المسلمين، ففكره يناسب إيه ما ذهب إليه الإنجليز من القضاء على العثمانيين، لأنه فكره يخالف العثمانيين على كل حال. فحصل تزاوج بين هذه العقيدة الغريبة اللي طلعت وبين عبد العزيز آل سعود، ومكنوهم بالسلاح من أنهم يسيطروا على الأراضي الحجازية. وتاريخ نجد مشهور ومطبوع، ممكن تشتريه وتقراه، وهم هيحكوا لك كيف أنهم منعوا الناس عن الوصول إلى الأراضي الحجازية والحج، وقتلوا 30,000 حاج معتمر جايين يحجوا على اعتقاد أنهم مشركين، قتلوهم بزي الإحرام بالسلاح الإنجليزي، مما استدعى أن الخليفة العثماني طلب من محمد علي الكبير وكان بيحكم مصر في الفترة دي أنه هو يفتح طريق الحج للناس، لأنه كان عنده جيش قوي، فأبعت لهم إبراهيم ابنه بقيادة جيش كبير من المصريين في معركة اسمها معركة الدرعية، يمكن أنتوا تعرفوا، عشان يفتح طريق الحج للمسلمين لأنهم قطعوا طريق الحج على الناس عدة سنوات. القصة معروفة، فأنت ممكن تشتري تاريخ نجد وده كتاب مطبوع. بمرور الوقت أراد الله أن فعلا يقضى على الخلافة العثمانية، قضي على الخلافة العثمانية وانتهوا منها. ثم فرقوا المسلمين إلى دول وشيع
وكل مجموعة خدت قطر من الأقطار علشان يسهل قيادتهم وسياستهم بالطريقة التي يعني يحبها حكام الغرب وأعداء المسلمين. وصادف أيضا ظهور البترول فكثرت الأموال، فالأموال دي استخدمت لنشر هذا المذهب بمطبوعات لا حصر لها، فانتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم، وهو مذهب يخالف ما عليه إجماع المسلمين لكن انتشر، وافق ضعف المسلمين، فرقة بالمسلمين، انتشار الأموال، كثرة البترول، نجاح أهل نجد في السيطرة على الأراضي الحجازية وإطلاق اسمهم عليها، يقول لك السعودية، ودي قبيلة صغيرة من قبائل نجد، خلوا جزيرة العرب كلها اسمها السعودية على اسم قبيلة. ثم لما انتشر البترول وحصل عمران أصبح هناك عقود عمل تأتي إليها من جميع جنسيات العالم عشان يعيشوا في البلاد دي، فتوارد إليها جميع جنسيات المسلمين فعاشوا هناك وقبضوا أموال البترول مرتبات، فتشربوا الفكر الوهابي، فلما عادوا لبلادهم عادوا بهذا الفكر متشبعين، فانتشر في كل بلاد المسلمين للأسف، في حين عدم نشاط للباقي العلماء في وسط العامة. نشاط العلماء التانيين كان نشاط كالرسوف في كتابة مؤلفات في الرد على هذا المذهب، ولكن احنا في زمن الناس لا تقرأ، فأصبح المذهب ينتشر والمؤلفات تكثر ولكن لا يقرأها أحد، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. تسمع مثلا أن في ليبيا الوقتي قاعدين يفجروا قبور الأولياء، وإحنا عندنا انتهاك حرمة قبور المسلمين، ده من الكبائر، المسلم ميت حرمته كحي سواء بسواء، ده اعتقاد المسلمين كده، اعتقاد المسلمين أن نبش القبور من الكبائر، أي قبر مسلم فما بالك لو كان قبر ولي أو من آل البيت يكون أشد قبحا، إذا كان المسلم العام العادي العاصي فاعل الكبائر الذي مات مصرا عليها ودفن يحرم نبش قبره والاقتراب منه، لأنه مسلم له حرمة، وحرمة المسلم ميت كحرمة حي، فما بالك أن دول أصبحوا ينبشوا القبور ومش كده، ده بيفجروها بالنيران ثم بعد ذلك يسووها بالأرض، ويعتقدون أنهم يفعلون ذلك حفاظا على التوحيد، لأنهم في اعتقادهم أن زوار القبور يعبدون المقبورين، وما حصلش أن المسلمين عبدوا مقبور أبدا، المسلمين طول النهار عارفين أن ربنا حي لا يموت، وهم بيزوروا الميت وعارفين أنه ميت، فإزاي أنا أقول أن ربنا حي وزور ميت وأعتقد أنه هو ربنا؟ إزاي دي تعتقد؟ ما حدش عبد مقبور أبدا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق خلقه الله، لم يحدث أن الناس اشتبهت عندها مشكلة أن يعبدوا المقبور أبدا. أولا الله ليس لا يموت، ثانيا الله ليس بجسم، والله لا في جهة، وبالتالي إزاي أنا رايح يسألني تروح تزور فين، أقول له فلان مات حزوره، طب فلان مات اللي حزوره ليه بعبده، طب ما أنا عارفه فلان ومات. المهم هو نشأ في ذهنهم فكر غريب أن زيارة القبور والتوسل بالموتى ده شرك صريح، واللي يفعل كده يبقى كافر، وهذا يخالف ما عليه الأمة على مر العصور. وأصبح لهم صولة، يعني مفتي ليبيا متشبع بالفكر الوهابي، تصور أنت بقى مفتي ليبيا متشبع بهذا الفكر، وبالتالي يخشوا على قبر سيدي أحمد زروق يفجروه، سيدي علي الأسمر يفجروه. هنا في مصر يمكن من حوالي سنة سمعته أن اعتدوا على بعض قبور الناس الأولياء في محافظة القليوبية هنا في مصر، فلما حصل الحكاية دي من سنة أنا طبعت الرسالة دي ووزعتها على الناس، لكن يبدو أن الناس ما بتقراش هذه الرسالة. أنا سميتها إيه؟ حول قضية هدم الأضرحة وما فعله السفهاء منا. هذه الرسالة أنا طبعتها منذ عام، وطبعت منها 5000 نسخة وزعتها على كل من أعرفه ولا أعرفه، حتى أنها وصلت لمالي ولنيجيريا وللسودان، وبعتها الناس في ليبيا وناس في الجزائر في كل حتة، لكن يبدو أن الناس تاخد الحاجة وما بتقرهاش، لأن من الناس اللي هم قريبين مني وديتها لهم يسألوني أسئلة تدل على أنهم لم يقرأوا،
فيبدو ان الواحد بياخدها تبركا ويشيلها في جيبه وخلاص، وبقينا في زمن الناس تحب تسمع اكتر ما تقرا. فبناء على ذلك لما حصلت الطمه الكبرى في ليبيا، واحنا الوقت الاتجاه السلفي اصبح ليه احزاب في مصر ويمثل احزاب سياسيه وهيبقى ليه يد تنفيذيه في بلادنا، لانك عندك حزب الاصاله وحزب النور دول سلفيين متاثرين بالفكر الوهابي، ولو ادعوا ان هم مش متاثرين لكن هم بيقولوا بهذا الفكر، واخد بالك؟ فاحنا بناء على ذلك قررت ان هذا الدرس واجل صحيح البخاري، وهقرا لكم هذه الرساله عشان انتوا بتكسلوا تقروا لوحدكم، وهعلق عليها. ده موضوع الدرس النهارده، وبرجاء نشر هذا الموضوع لكل الناس اللي ليه اتصال بالنت ينزلها على اليوتيوب وينزلوها في كل حته، علشان هذا الفكر بقى موجود في الجزائر وموجود في مالي وموجود في نيجيريا وموجود في كل بلاد المسلمين وموجود في بلادنا. وهذا الفكر استباح وأحل دماء المسلمين وعمل فرقة شديدة. احنا كنا بنكتفي بالمطبوعات ونسكت قبل ما كان لهم يد تنفيذية في بلادنا، انما الوقت اصبح لهم يد تنفيذية، بعض الوزراء منهم وبعض المسؤولين بقوا منهم، وبعد شوية يمكن نلاقي وزير الداخلية يطلع منهم، وبعد شوية تلاقي وزير مش عارف ايه يطلع منهم، وبعد كده شوية رئيس الجمهورية يطلع منهم، فهتبقى مصيبة. وبعدين هذا يؤدي الى صدمة المسلمين في عقائدهم. تصور انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك، كويس، حوش كده احنا بنسمي المقبرة اللي بندفن فيها قريبنا نسميها حوش، مش كده برضو؟ افرض انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك وقافله بحيطة وحاطط عليه بوابة، ترضى حد يجي يقتحم البوابة دي ويخش ببلدوزر يطلع رفات اجدادك وابائك؟ وبعدين مش كده وبس، ده بعضهم بيفجروا على ادعاء ان الاسلام امرنا بكده. الاسلام امرنا اننا ننتهك حرمة الموتى وندخل على الناس فيما يملكون وبعدين نفجرها ونهدم الجدران؟ الاسلام امرنا بكده؟ اذا كان الاسلام امرنا بكده يبقى احنا حاجة من الاثنين، يا جهلنا الاسلام يا اما احنا اعداء للاسلام وبنتمحك في الاسلام. يعني هم يا جهلة يا اما اعداء للمسلمين، مفيش احتمال ثالث. يا جهل نعلمهم يا أعداء للمسلمين فهم العدو فاحذرهم، واضح؟ فإذا كانوا جهل احنا هنعلمهم وهنقرأ لهم أدلة العلماء على مر العصور ونحل لهم الإشكالية اللي في ذهنهم المتعلقة بالأولياء وزيارة الأولياء.